من قلب العروبة النابض دائما بكل خير من القاهرة نحييكم. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا اللقاء اليومي المتجدد، قضايا المثارة في الشارع المصري وأيضا في محيطنا العربي نطرحها للنقاش في هذا اللقاء اليومي. البداية دائما جولة الأخبار، ونبدأها بمتابعة واحد من الأحداث المهمة التي فرضت نفسها على الساحة في الفترة الأخيرة، القمة الإفريقية الاستثنائية، حيث دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي الدول الإفريقية إلى التوقيع على اتفاقية التجارة الحرة، مؤكدا ضرورة تطوير البنية التحتية لدول القارة. أدعوكم الآن لمتابعة جانب من كلمة السيد رئيس الجمهورية في ختام المؤتمر الصحفي الذي عقد منذ قليل على هامش القمة الإفريقية الاستثنائية. بسم الله الرحمن الرحيم. أخي فخامة الرئيس محمود إيسوفو رئيس جمهورية النيجر الشقيقة، السيد موسى فقيه رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، السيدات والسادة ممثلو وسائل الإعلام، أود بداية أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير لأخي فخامة الرئيس محمد إيسوفو رئيس دولة النيجر الشقيقة على استضافته أعمال هذه القمة وعلى كرم الضيافة وحسن الاستقبال، كما أعرب عن شكري وتقديري للسيد موسى فقيه رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي على الجهد الكبير الذي بذل لإنجاح أعمال هذه القمة. وبهذه المناسبة أتوجه بالتهنئة إلى شقيقي فخامة رئيس نانا أوكوفو أدو رئيس جمهورية غانا الشقيقة على فوز بلاده باستضافة مقر سكرتارية منطقة التجارة الحرة الإفريقية القارية. لقد عقدت هذه القمة بهدف الاحتفال بإطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، وهو الحلم الذي طالما عمل من أجله الآباء المؤسسون الاتحاد الإفريقي، والذي يعد تحقيقه اليوم خطوة كبيرة في مسيرة الاندماج والعمل الإفريقي المشترك، إذ من شأن تطبيق الاتفاقية تحقيق المزيد من النمو والرخاء الذي نتطلع إليه جميعا كإحدى أولويات أجندة الاتحاد الإفريقي 2063، وكأساس راسخ لتحقيق السلام والاستقرار في القارة الإفريقية. ولقد خرجت قمتنا اليوم بهذه النتيجة الملموسة المتمثلة في الإعلان عن بدء سريان اتفاقية التجارة الحرة القارية، والتي ستنقلنا من مرحلة البناء المؤسسي إلى ميدان العمل الفعلي، بناء على التصور الذي توصلت إليه القمة لكيفية المضي قدما في مرحلة التنفيذ والتشغيل للاتفاقية، بعد أن بحثنا التقدم الذي تم إحرازه على صعيد تطبيقها والتحديات في هذا الصدد، وخاصة جداول تخفيضات التعريفة الجمركية وقواعد المنشأ التي تمثل أركانا أساسية لأي منطقة تجارة حرة. كما أطلقنا هنا في النيجر عدة أدوات لتسهيل التبادل التجاري والاستثماري في أنحاء القارة، ومنها نظام المقاصة والمدفوعات الإلكترونية الذي يعزز من التكامل المالي ويقلص من الاعتماد على العملات غير الإفريقية، ومرصد التجارة الذي سيوفر البيانات الاقتصادية والتجارية والقانونية اللازمة لأصحاب المصلحة من تجار ورواد أعمال. كما تم عقد مشاورات مع ممثلي البنوك المركزية الإفريقية والمجتمع المدني ومجتمع الأعمال، مما أسهم في الخروج بتوصيات تسهم في تطبيق الاتفاقية على أرض الواقع. إن هذا الإنجاز الذي تحقق على صعيد الاندماج القاري بدخول اتفاقية التجارة الحرة حيز التنفيذ يعد بحق تجسيدا لإرادة شعوب الدول الإفريقية وتطلعها للوحدة والتنمية والرخاء والازدهار، وتحقيقا لجزء مهم من أهداف أجندة التنمية 2063. فمنطقة التجارة الحرة الإفريقية هي إحدى أكبر مناطق التجارة الحرة في العالم، حيث تضم ما يقرب من 1.2 مليار نسمة وناتج محلي إجمالي يقدر بحوالي 3.4 تريليون دولار. وسيكون هذا الإنجاز دافعا لنا نحو رفع معدل التجارة البينية وتحقيق التكامل الإنتاجي والصناعي، بما يحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة لشعوبنا الإفريقية، ويعزز في النهاية من موقفنا التفاوضي في المحافل الاقتصادية والسياسية الدولية، ويرفع من مكانة قارتنا الحبيبة.
ولقد أكد القادة أهمية تعزيز التواصل مع القطاع الخاص ومجتمع رجال الأعمال، لا سيما من رواد الأعمال الأفارقة، للتعرف على تطلعاتهم وإزالة المعوقات التي يواجهونها خلال عملهم بدول القارة، وذلك تشجيعا للصناعات والاستثمارات المحلية الإفريقية وانسياب التجارة عبر الحدود. كما ناقشنا أيضا أهمية الارتقاء بشبكة البنية التحتية الإفريقية باعتبارها قاعدة أساسية لنجاح تطبيق الاتفاقية وضرورة حتمية لنجاح تجربة التكامل الإقليمي. وفي هذا الصدد أكدنا أهمية تنفيذ المشروعات المتضمنة في برنامج تنمية البنية التحتية في إفريقيا بدا بمراحل المختلفة، نظرا لدوره المهم في سد الفجوات التي يحتاجها مشروع التكامل الاقتصادي الإفريقي. وختاما أدعو كافة الدول الأعضاء للتصديق على اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية القارية، فكلما زادت أعداد الدول الموقعة والمنفذة للاتفاقية زادت المنافع الناتجة عن تحرير التجارة على شعوبنا الإفريقية. كما أجدد شكري لأخي الرئيس محمد يوسوفو وأخي السيد موسى فقيه على حسن الإعداد والتنظيم لأعمال هذه القمة. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرئيس عبد الفتاح السيسي متحدثا في ختام المؤتمر الصحفي الذي عقد منذ قليل على هامش القمة الإفريقية الاستثنائية التي تستضيفها النيجر احتفالا بانطلاق منطقة التجارة الحرة الإفريقية. وكما أوضح الرئيس منذ قليل، كلما زاد عدد الدول الموقعة كلما زادت المنفعة العائدة على الشعوب الإفريقية. نبقى معكم في متابعتنا الإخبارية ومباشرة لمتابعة تطورات الأوضاع في ليبيا، ومتابعة أيضا جانب من واقع المؤتمر الصحفي الذي يعقده المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري. حجم الخيرات اللي في ليبيا، وبالتالي هناك بدل الدولة 100 دولة صديقة. قد تكون اليوم المواد التركية والمنتجات السورية والمواد السورية هي بديل للأتراك ومنتجاتهم، قد تكون هناك اليونان، قد تكون هناك مصر، قد تكون هناك مئات الدول ومئات الشركات تريد التعامل مع ليبيا ومع الليبيين. وعليه هذه الترهات وهذه الأكاذيب وهذه الادعاءات من قائد ميليشيا إرهابي إجرامي ساهم في قتل الليبيين، في إراق دماء الليبيين، في تهريب أموال الليبيين للخارج. يجب أن تقف، يجب أن ليبيا أن يكون لديه علم بها وأن يقف عندها يوم من الأيام أمام القضاء الليبي ليحاكم هذا المجرم. في الأخير مكل أصبحت دمشق وبنينة مع داعش تستحي. هذا حتى المجنون الذي لا عقل له لا يستطيع القول يتحدث بهذا الكلام. داعش والأخوان المفلسين وتنظيم القاعدة بكافة مسمياته والمجرمين الهاربين من السجون، مهربين الهجرة غير الشرعية، مهربين الوقود، الاعتمادات المزورة، المواد التي تم إدخالها لليبيا الفاسدة، كلهم هؤلاء هم أعداء الشعب الليبي، والقوات المسلحة أعلنت الحرب على هؤلاء. رجالنا الآن أسود تزأر على تخوم طرابلس. شباب طرابلس الذين خرجوا من المحاور حقيقة نحييهم تحية كبيرة جدا. استعمال الشباب وحقيقة وزج بهم في هذه المعركة الخاسرة هي مسؤولية السراج الذي وفر المبالغ اللازمة لإغراء هؤلاء الشباب. السراج سيكون أمام المحاكم وأمام محاسبة إخلاقية وتاريخية وقضائية أمام الجميع. معقولة تجوع الشعب وتجبره على القتال؟ هذا يذكرنا جميعا ب 1933 و35 عندما قامت إيطاليا بتجويع الشعب الليبي في المحتقلات، وقامت مقابل الغذاء للعائلة تعطي العائلة أحد أبنائها للقتال في الحبشة. اليوم جوع الشعب الليبي وخربوا أخلاق أبناء الشعب الليبي وقاموا بالزج بهم مقابل المال إلى محاور القتال، وأنتم وأبنائكم موجودين في دول أجنبية لأبناء في بريطانيا، والسراج شاري قصر في بريطانيا بمئات الملايين وغيره، كلهم لديهم أملاك خارج ليبيا، ولكن أبناء
أحياء طرابلس، أبناء طرابلس سيكونون عرضة إما للموت إما للاعتقال، ونرجو لهم ونتمنى لهم السلامة. نكرر دائما تحياتنا إلى كل المناطق المحيطة بطرابلس، إلى الهلال القوي الذي يحيط بطرابلس، يبدأ من صبراتة وصرمان والعجيلات الزاوية إلى الرجبان والزنتان المشاشية كتلة وإلى الأصابع الأبية إلى ترهونة. حقيقة الشرف والعقد الوطني الكبير الذي التأم بترهونة مع النواحي الأربعة إلى القربون لهذا الهلال الكبير جدا بدأ يزحف نحو طرابلس الآن، وبدأت ساعة الصفر تقترب كل يوم وبدأت تدنو من النهاية. إذن المعركة مستمرة لن نتوقف. التفوق الجوي أصبح بالكامل الآن إلى قواتنا المسلحة، التفوق البري والعمليات النوعية والكفاءة أصبحت الفارق الحقيقي الآن في ميادين المعارك. كل ما هنالك أنها معركة صبر، والصبر مفروض على القوات المسلحة حتى يتم تنفيذ قواعد الاشتباك بشكل صحيح وسليم. قواعد الاشتباك تمنع منعاً باتاً استخدام المدفعية الثقيلة في الأماكن السكنية، تمنع منعاً باتاً القصفات العشوائية وسياسة الأرض المحروقة، وبالتالي اعتمدنا على الاختراقات التي تحتاج إلى الوقت والصبر ومجهود الأفراد على الأرض، وكذلك تحتاج إلى الكفاءة والخبرة العسكرية. التقدمات في كل الاتجاهات السياسية والعسكرية على ما يرام. المشهد العام السياسي بدأ السراج الآن شبه معزول نهائيا إلا من الدول الداعمة للإرهاب والأخوان والمعروفة حديثا وقديما. كذلك بدأت الآن القوة الحقيقية للشعب الليبي من خلال القيادة العامة للقوات المسلحة ومن خلال البرلمان الليبي الموقر ومجلس النواب وأعضائه الشرفاء بدأت تتقدم إلى نقاط وطنية بإذن الله ستكون جامعة للشعب الليبي في القريب العاجل. هذا كل ما لدينا في هذا المؤتمر بإذن الله. إذا كان في شيء آخر سنكون معكم على الهواء مباشرة في أي لحظة. لا تستمعوا إلى الإشاعات، لا تستمعوا إلى الكذيب. إذا كان كبيرهم باش آغا يكذب بهذه الطريقة فما بالك بصبيانهم عندما يكذبون على الفيسبوك. لا أعتقد أن السراج أصبحت له مكانة في ليبيا، لا أعتقد على الإطلاق أن هناك شيء اسمه مجلس رئاسي الآن موجود. هناك الآن تناحر في طرابلس من أجل حكومة ميليشيات بدل حكومة السراج، ولكن نقول لهم جميعا انتظروا قليلا من الوقت لننهي كل هذه الترهات ونذهب إلى الحوار الوطني الشامل الذي يشارك فيه كل الليبيين بكل حرية، ونحن كقوات مسلحة سنكون حاميين لهذا الحوار وحاميين لنتائجه، ومهمتنا إيصالكم بإذن الله إلى صندوق الاقتراع والانتخابات بكل أمان وبكل سلامة وبكل استقرار. في النهاية أشكركم على مواكبتنا في هذا المؤتمر للقيادة العامة، على نلتقيكم في مؤتمر سابق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللواء أحمد المسماري المتحدث الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي، متحدثا في المؤتمر الصحفي الذي تابعنا جانبا كبيرا من فعالياته، ولعله أكد على بعض النقاط المهمة في سير وتطور العمليات على الأراضي الليبية. ولعل النقطة اللافتة للنظر أنه أكد أنه الجيش الوطني الليبي على مشارف طرابلس، ولعله ضمنيا يؤشر لأنه المسألة باتت قريبة لكي يحكم الجيش سيطرته على العاصمة الليبية. بهذا مشاهدينا الكرام ننهي هذه الجولة الإخبارية، حاولنا قدر المستطاع أن نركز فيها على بعض الموضوعات المهمة، ونذكر حضراتكم أو نشير إلى أهم الموضوعات التي سنتناولها بالنقاش في فقرة الليلة. لدينا فقرتان نتناول فيهما موضوعين في غاية الأهمية. الموضوع الأول نقدم قراءة جديدة لطبيعة العلاقة التي تربط بين تركيا وتنظيم الإخوان المسلمين، وعلى ماذا يعول النظام في تركيا على تنظيم جماعة الإخوان في المرحلة القادمة. دي هتكون الفقرة الحوارية الثانية. أما الفقرة الحوارية الأولى فنقدم أيضا قراءة مهمة لمنظومة التأمين الصحي الشامل التي سيتم تنفيذها تطبيقها في القريب العاجل. هذه المنظومة التي
انتظرناها كثيرا، وبتحقيقها وظهورها على أرض الواقع يقينا طفرات حقيقية ستحدث في مجال الصحة. ضيفنا الكريم الذي سنشرف به بعد قليل دكتور نبيل عبد الله عبد المقصود، مدير القصر العيني سابقا الأستاذ بكلية الطب جامعة القاهرة، للحديث في هذا الموضوع. نخرج الآن إلى فاصل قصير ثم بعده نبدأ الحوار.